بدي رحب بماهر العلاوي، هو معنا من إدلب. يسعد صباحك يا ماهر. صباح الخير. صباح الخيرات. صباح الخيرات. أهلين أهلين عسي. أهلين بيك. يعني رياضي وحلاق وبتشتغل بالإنشاءات، نعم. ما شاء الله مثل الزبدية الصيني مثل ما يقولون. بجملة قلتها بالتقرير أنه لولا الأمل لبطل العمل. قديه مهم العمل، نعم. العمل. قديه مهم نتقبل واقعنا، نعم. ونسعى رغم الوضع الخاص اللي أنت بيه. نعم نعم. أنا تعرضت لإصابة. قبل إصابتي كنت أشتغل بمجال العمل بالعمار، والعمار بعد العمار يعني عندي مصلحة الحلاقة خليها بالمساء. تابعت شغلي ونظامي الحمد لله أشتغل. وتابعت لحتى أجتني الإصابة بقصف الهمجة الأسدي على مدينة سراقب، وأدت إلى بترجي ما دغري بترت. بعد ثلاثة شهور عانيت كثير، تعبت فيها، بس اخر كل تم بترت قدمي. رجعت يعني ما شوي حنيت، تعبت شوي، بس رجعت قلت لازم قوم جلس حالي وارجع. في عندي اطفال، في عندي عيال، في عندي يعني بدي لازم اشتغل قدامهم. رجعت صرت اشتغل على الخفيف بالحلاقه قدام بيتي، حط يعني اولادي هيك بشي رغب حالي. حتى رجعت فتحت صالون حلاقة، صالوني القديم كان مسكر، رجعت رفعت السحاب وفتحت واشتغلت. وتابعت صالون حلاقة، اشتغلت في سراقب كنا قبل ما نتهجر. تابعت في الحلاقة والحمد لله الله سبحانه وتعالى يسر أمري ورجعوا زبايني. رجعت ركب الطرف واشتغلت على الطرف، كنت اشتغل قبل ما ركب طرف ورجعت ركب الطرف والحمد لله. رجعت تابعت حتى تهجرنا. ما شاء الله عنك يا ماهر. الله يعطيك القوة يا رب. كمان في جملة قلتها إنه الحياة ما بتقبل الضعيف. لا، هي الحياة عن جد ما بتستنى حدا. ومثل ما ذكرت أهم نقطة إنه أنت عندك الإرادة، واللي عم يعطيك الدافع هو وجود أطفالك. كيف اليوم عم تقدر تنسق بين الشغلتين؟ كل قد ايه بتشتغل مثلا بالعمار؟ الحلاقه هي مهنه متواصله كل يوم بتشتغل فيها، وكنت عم تحكي لنا إنه بعد التهجير. بعد ما تهجرنا من مدينة سراقب كانت الهجرة صعبة صدقا. يعني واحد عم تخرج روحه، وعند بيخرج من بلده كأنه عم تخرج روحه. صعب أكيد صعب. يعني عم بدي يعني حتى إذا بدي أفتح صالون الحلاقة يعني حسيت حالي بدي بدل بلدي صدقا. يعني بالصالون قلت لا، لازم أفتح وأرجع لم الأصدقاء، لم حبايبي، لمهم بهالصالون، خلي يكون نقطة عنا. تمام، كانت هيك الفكرة، وما بدي أبرك. والفضل الله فتحت، وفعلا كان جمعة، يعني كانت جمعت يعني أكترية جمعت أهل سراقي بهالمهجرين، يعني الخارجين تعرف يكون نفسيته تعباني الواحد. صح. جمعت الشباب والحمد لله، وتابعت يعني واشتغلت الحمد لله. ويعني مرحلتي كانت هاي عن جد كتير كتير صعبة لهاي المرحلة، لأنه يعني حسيت حالي بدي بديل يعني من بلدي يعني لا بلد تاني. حسيت بهالفتح المحل، بس قلت لا لازم تابع. وتابعت الحمد لله، والله سبحانه وتعالى يسر امري. وبالنسبه للعمار يعني كمثلا بيصير لي عمار على الخفيف، مثلا اخوي بدي عمير، جاري بساعد وبعمل، يعني بشتغل ما بكسر. فتشلون يعني الشباب بشوفوني، بعض الجيران بحكيهم مثلا عندهم عمار بيقول لك انت مبتور انت لازم ما تشتغل. قل له لا، بقول لهم انا الحمد لله بتري ما مؤثر علي والله صدقا بالله. بتعجبوا بيقولوا لي يعني امرك عجيب، انت مبتور شلون؟ صحيح، هو العجز بالنفس والله يا متقاوم. صح نعم. لا الحمد لله والله، يمكن اذا اجري مبتوره مالي خبره، مالي، لانه خلص الحمد لله. يعني انا لازم اعيش حياتي خلص. هذا يعني انزعجت والما انزعجت خلص، هاي امر الله سبحانه وتعالى كتب عليه، خلص لازم عيش. لا عيش برضا، بس رضيت الحمد لله الله بيريحك 100%. يعني كثير مهم نتقبل واقعنا شو ما كان. نعم. كثير مهم نتعامل معه بطريقه صحيحه، خاصه انه عندك ما شاء الله عائله من 5 اطفال. نعم. كيف بتقضي يومك معه؟ شو اسمعه؟ بدي اشوف هذا الشخص كلياته قوه، كيف بيقضي نهاره مع اطفاله؟ ايه صبحيات مفيق، فيقوا هالاولاد حوالي، بنفطر بروح على عملي، بروح على الصالون حلاقه، برجع عن الظهريات مثلا شفتي بواحد بيبرك بيتغدى بحوالي اولاده، بيمزح معهم، بيعمل جو بهالبيت.
ايه الحمد لله رب العالمين. سمعنا كمان انه في شق له علاقه بالرياضه اليوم متعلق بماهر، تحكي لنا عنه. نعم. اكثر شو بتلعب؟ هذا الحكي كان قبل ولا هلا ولا مستمر بالموضوع؟ لا بالنسبه للرياضه انا بلعب فريق التحدي. فريق التحدي هو موجود هون، تاسس 2021. اول ما تاسس كان خارج من فريق الامل، ما كنت انا فريق الامل ما اعرفه، فريق التحدي اول ما تاسس كنت موجود انا. انوجدت معهم باول تاسيس. فريق التحدي كان كثير كثير شباب طيبين وصدقا ساعدوني. انا اول ما جيت فتت على الفريق بالطابي تفشكل بما فيه الطابي. يعني ما يعني بس قلت ما في شيء مستحيل. شباب عند شوفني اتفشكل قال كويسي كويسي، يعني يعطوني جرأه، يقولوا لي هني كلهم طبعا مبتورين مثل حكيتي، يعطوني جرأه يقولوا لي لا لازم تمام هيك. انا اقعد فشكل لحتى يعني يصير في اعاقه في اللعب، يحسسوني لا هاي ما هي اعاقه، هاي لا هاي درجي، هاي عم تطلع درجي. وصدقا فعلا كانت عم تطلع درجي. وهلق عن جمعتنا سوا كلياتنا نحن مبتورين كثير كثير، نفسيتنا بنرتاح بنلعب ان الرياضه كثير كويسه للجسم. اكيد اكيد، يعني نفسيتنا من جوا تعبانه والرياضه كمان، يعني من بنشوف الشباب كلياتنا الجو حلو ايضا عم تجتمعوا مع بعض وتغيروا جو. وايضا عن جد الرياضه. نعم. بتعطي راحه للجسد وراحه للنفس اكثر. بدي اتشكرك لانك نورت صباحنا الله. اليوم ماهر العلاوي، اكيد سلامنا للمدام للاطفال ايضا. نعم كرري سلامنا للمدام للاطفال ايضا. نهارك سعيد ماهر. الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، احفظكم يا رب، الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا.